بسبب الأزمة اللي حصلت طبعا مع المنتخب دلوقتي، أو سبب ال2-0 دول، هو إصابة زيزو. طبعا طبعا يعني اصابه زيزو جت في وقت صعب جدا، تكلمي خروجه جه في الدقيقه 12، وقت مبكر جدا. اصابه زيزو مش بكلمك على قيمه زيزو الفنيه بس يا مها، اصابته بتنعكس على لعيبه منتخب مصر بشكل كامل. لو يمكن شفتي لقطه اصابه زيزو هتلاقي ان اسامه فيصل يعني رد فعل محبط جدا، رد فعل واحد اللي هو القائد الخاص بمنتخب مصر اتصاب. فالحقيقه ده عمل شويه احباط للاعيبي منتخب مصر، الدليل اكبر دليل ان احنا اتخطفنا جونين بالظبط. بعد اصابه زيزو، بتتكلمي في هدف الزلزولي طبعا وهدف سفيان رحيمي. فالحقيقه اصابته معنويه اكتر من فنيه، وان كان يعني يمكن من متابعتي للشوط الاول محمد شحاته مقدم شوط اول رائع في الجهه اليمنى، يمكن حتى قدرنا ان احنا نصنع اكتر من فرصه من الجبهه اليمنى. فاعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين على العوده، بس احنا محتاجين هدف، يعني محتاجين هدف عشان نقدر نبدا رحله العوده. نقلص بالظبط الفارق طبعا. بالظبط، نقلص الفرق ومن ثم التعادل ان شاء الله. هو هي المشكله كمان بقولك في موضوع يعني اصابه زيزو، طبعا بتمنى له السلامه والشفاء العاجل، واتمنى طبعا ان الاصابه ما تبقاش كبيره، لان احنا محتاجينه طبعا الفتره الجايه. طبعا الزمالك خليني اقول محتاجه لك معلومه والمنتخب يعني محتاجه. حصريه للبرنامج، ان انا تواصلت مع احد الصحفيين الموجودين في الاستاد او مع بعثه منتخب مصر الاولمبي. اصابه زيزو مطمئنه، يعني هي مش تمزق في العضله الخلفيه، هي عباره عن شد وتراكم اجهاد. فاعتقد ان التاهيل مش هيتخطى 15 يوم، وزيزو هيكون متواجد بشكل طبيعي. هل ده سببه ان زيزو يعني جه على نفسه طبعا ولعب المباراة طبعا باراجواي؟ مباراة فرنسا كمان، فرنسا يعني مباراة اللي هو فرنسا اتصاب في بالظبط بعد باراجواي ولعب إصابة في فرنسا. باراجواي طبعا، وكان باين من حتى معدل الجري بتاعه، كان باين الإجهاد عليه. بتتكلمي في منتخب فرنسا ست كمان مباريات طبعا، في أقل من وأشواط أسبوعين. إضافية وضغط عصبي كبير بحكم طبعا إن هو قائد المنتخب. فالحقيقة يعني كانت إصابة متوقعة لزيزو أو إجهاد متوقع يعني. 15 يوم. بالظبط، يعني دي انا بقول لك تواصلت مع حد من بعثه منتخب مصر اللي هناك، الاصابه مطمئنه. حتى زيزو جت الكاميرا عليه وهو على دكه البدلاء حاطط تلج على العضله الخلفيه، والاصابه ان شاء الله مطمئنه جدا جدا طبعا جدا. بتمنى له السلامه. وواحد طبعا من اللعيبه الكبار واهم لاعب في الدوري المصري، واحد من اهم اللعيبه في المنتخبات، طبعا طبعا لاعب طبعا زيزو المنتخبات طبعا لاعب زيزو. مميز جدا طبعا.